السلام عليكم مشاهدينا الكرام. من أبو جعفر النحاس؟ وما مكانته العلمية؟ وما مذهبه النحوي؟ ما آثار النحاس العلمية؟ وما أهمية كتبه؟ معاني القرآن، إعراب القرآن، التفاحة في النحو، وشرح القصائد التسع المشهورات، وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش إذن مشاهدينا الكرام ذلك في حلقة لسان العرب لهذا الأسبوع بعنوان أبو جعفر النحاس النحوي المصري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع أبو جعفر النحاس النحوي المصري. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة غريسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من اسطنبول، الأستاذ الدكتور إسماعيل علي الأستاذ بجامعة الأزهر. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. أهلا ومرحبا، حياكم الله. وياكم. إذا دكتور حمدي، نبدأ بتعريف عن عالمنا الجليل أبي جعفر النحاس، حدثنا عنه متفضلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أبو جعفر النحاس النحوي المصري المرادي الذي يلقب بالنحاس ويلقب بابن النحاس ويلقب بالصفار، لكن اللقب المشهور هو النحاس من مهنة النحاس أو لأن الصفارين أجداده نعم كانوا يعملون بمهنة النحاس. نحاس نعم. وهكذا عندنا الذين يعملون بالنحاس يلقبونه بفلان النحاس أو الصفار يعني. لكن الغالب النحاس. الغالب النحاس. الصفار ها يعني أتكلم على زماننا. صحيح. النحاس هو الأشهر من الصفار. صحيح. الصفار ربما في الأزمنة القديمة فعلا، لكن في الأزمنة الحديثة النحاس. النحاس كل من يبيع، حتى وإن تغير الأمر من النحاس إلى الألومنيوم صار الآن ألومنيوم لم يكن فيه نحاس، أيضا النحاس على القديم. صحيح. هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي المفسر النحوي المصري. شهرته يعني معروفة وله مكانته العلمية. نشأ في أسرة تعمل بالنحاس، لذا يعني لقب بهذا اللقب، مع أنه لم يعمل بهذه المهنة، لأنه منذ نعومة أظفاره أخذ يطلب العلم وسلك في سبيل طلبه العلم مسالك كثيرة. لم يكتفي بأن يتلقى العلم في مصر، وإنما سافر إلى بغداد وتلقى على كبار علمائها من الذين تلمذوا للمبردي والذين تلمذوا لثعلب. يعني آخر زعيم في المدرسة البصرية والكوفية. نعم. يعني البغداديون الذين كانوا ينزعون إلى البصرة كثيرة كالزجاجي وغيره. المبرد والمبرد البصري اللي هو لم يلحق المبرد. صحيح. في الرأي الراجح عند المترجمين. لكنه لحق يعني تلامذته. وحتى ثعلب. وحتى ثعلب. حتى ثعلب. نعم. صحيح. نعم. ولذا كان من الذي يجمع بين هذين الأمرين، وأعاد إلى مصر وكانت له مكانته وله فضله في مصر. وبذلك يعني كان له تلاميذ كثر متنوع الثقافات، لأنه قد تلقى الحديث أو تفسير نحو لغة شعر على نظام القدماء، فلذا كان موسوعيا، لذا كان تلميذته أيضا موسوعي. من متنوعي الثقافات. نعم. هو قام في مصر عفوا إلى أن توفي. إلى أن توفي. ولكن في وفاته قصة أيضا. في وفاته قصة عجيبة. هو يعني يجلس على النيل أو على درج المقياس. الدرج المقياس الذي يقاس به موضوع المياه يعني في الزيادة والنقصان. نعم. نعم. ويقطع بيتا من الشعر تقطيعا عروضيا ليعرف أمرا عروضيا. فمر جاهل
أو بدوي أحمق هكذا يقول المترجمون، فقال هذا ساحر يريد أن يقرأ على النيل حتى يعني ينخفض منسوبه فتغلى الأسعار، تغلو الأسعار. نعم، فرفسه برجله من الخلف وألقى به في النيل، وكان تقريبا لا يجيد السباحة فغرق ومات ولم يعثر له على خبر، رحمه الله، رحمه الله تعالى. وكان ذلك في سنة 38 و300 من الهجرة. نعم. من هنا دكتور إسماعيل نرحب بك مجددا. من أبرز مشايخ أبي جعفر النحاس ومن أبرز تلامذته؟ ونحاول أن نأخذ الأبرز منهم اختصارا الوقت. تفضل دكتور. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وأشكركم كثيرا، ويعني سعيد بوجودي مع شيخنا الجليل وعالمنا النبيل الأستاذ الدكتور حمدي، بارك الله في علمه ونفعنا به، وبوجودي معكم في هذه القناة الطيبة. أهلا بكم. ورحمة الله على شهيد علم العروض رحمه الله، وقاتل الله الجهل الذي كان ولا يزال نكبة على البلاد والعباد. واضح من خلال سيرة الإمام أبي جعفر النحاس رحمه الله العلمية أنه كان ذا همة عالية، فمنذ نعومة أظفاره جد في طلب العلم، ولم يقتصر كما أشار فضيلة الأستاذ الدكتور حمدي، لم يقتصر على علماء مصر، وكانت مصر في عهده أو في زمانه يعني يقول المؤرخون فيها روح علمية نشيطة، ووفد إليها كثير من العلماء، لكنه آثر أن يوسع معارفه وعلومه فرحل إلى بغداد وطلب العلم هناك، ثم عاد إلى مصر وبقي فيها حتى انتقل إلى جوار ربه. الإمام أبو جعفر النحاس يرحمه الله يعني نتعلم من سيرته العلمية الحقيقة دروس كثيرة لطلاب العلم، وهي يعني أبرزها الهمة العالية. يقال إنه كان فقيرا ولم يمنعه فقره عن أن يجد ويسافر ويجتهد في طلب العلم، وينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، أن يكون ذا همة عالية مهما كانت ظروفه، وهذا كان هو الغالب على علمائنا يرحمهم الله جميعا. كذلك التنوع في التخصص، فكان موسوعيا، وهذا سيأتي معنا ويتأكد يعني من خلال الحديث واستعراض كتبه ومؤلفاته ومنهجه. وهكذا طالب العلم ينبغي كذلك أن يضرب في كل فن بسهم، بالإضافة إلى التخصص الذي يتفرغ له وينقطع إليه ليجيد ويتقن ويبدع فيه. هكذا الإمام أبو جعفر النحاس تتلمذ وتعلم على يد علماء كثيرين في بغداد وفي مصر، وأيضا كان له تلامذة كانوا نجباء وكانوا مشاهير وكانوا علماء وكانوا بارزين. يعني من هؤلاء على سبيل المثال بكر بن سهل الدمياطي المحدث، وسنلاحظ أن يعني شيوخ الإمام أبي جعفر النحاس متنوعون، منهم أهل الحديث، منهم أهل التفسير، منهم أهل اللغة، منهم أهل الفقه، بالإضافة طبعا إلى موضوع العربية بكافة فروعها من نحو وصرف وأدب وبلاغة وغير ذلك. فهذا هو المحدث أبو بكر بن سهل الدمياطي، كان من شيوخه الحسن بن غليب الأزدي المصري ابن كيسان المتوفى 299 من علماء البصرة، طبعا الإمام النسائي المحدث المعروف، والإمام الزجاج المعروف أيضا، الإمام أبو بكر ابن الأنباري، كل هؤلاء كانوا من شيوخه. الإمام الطحاوي يرحمه الله أيضا. لو جئنا إلى تلاميذه، كان له تلاميذ كثيرون، منهم محمد بن يحيى ابن عبد السلام الأزدي المتوفى 358 من أهل قرطبة. ومن العجيب عندما نقرأ فيما ذكره المؤرخون والمترجمون لسيرة الإمام أبي جعفر، نجد أنه كان هناك كثيرون من خارج مصر، وخاصة من أهل الأندلس، ونقلوا علوم اللغة ونقلوا علوم أو معارف النحاس خاصة، نقلوها إلى تلك البلاد. منهم محمد بن المفرج بن عبد الله المعافري، أيضا منهم أبو عمران موسى بن الحسين النحوي السكري، كان من أصحابه الملازمين له. منهم أبو المغيرة خطاب بن مسلمة
ابن محمد الإيادي، كان أيضا من أهل قرطبة وجاء إلى مصر ثم عاد. منهم سليمان ابن محمد الزهراوي، رحل إلى المشرق ولقي النحاس والزجاج والسرافي والزجاجي والسرافي وغيرهم. المهم يعني كان له الحقيقة كوكبة كبيرة من الشيوخ ومن التلاميذ، يعني يضيق عن ذكرهم المقام، وكلهم كما أشرت من البارزين والجهابذة الأعلام. بارك الله بكم، سأعود إليك مجددا أستاذنا. إذا أستاذنا الدكتور حمدي، ما مذهب النحاس النحوي وما أقوال العلماء فيه؟ النحاس كما ذكرت في البداية وذكر أستاذنا الفاضل أستاذ دكتور إسماعيل بأنه ذهب إلى بغداد وتلقى على علماء من علماء المدرسة البغدادية الذين ينزعون إلى أهل البصرة كثيرا، كالزجاج. الزجاج تلميذ النجيب للمبرد. نعم كان تلميذا لثعلب، لكنه ترك حلقة ثعلب وذهب إلى المبرد عندما ذهب ليفض حلقته. تأثر كثيرا بالمبرد، جدا كثيرا. صحيح. جدا، وكان ينزع إلى البصريين كثيرا. أيضا تلقى على تلاميذ ثعلب كابن شقير وابن الخياط وغيرهم، الذين يعني صاغوا منهج المدرسة الكوفية صياغة علمية أفاد منها الأنباري في كتاب الإنصاف. يعني في كتاب الإنصاف عندما يعرض منهج الكوفيين يعرضه تبعا لما قاله ابن شقير وابن الخياط وابو موسى الحامض، لأن هؤلاء درسوا المذهب الكوفي ثم درسوا المذهب البصري وعرفوا منطقه وصاغوا المنهج الكوفي تبعا لهذا المنطق، فأفاد منهم الأنباري بعد ذلك. فمذهبه النحوي هو المذهب البغدادي الذي ينزع إلى البصريين كثيرا. يعني لأن المدرسة المصرية مأخوذة من الآن، يعني من المؤسسين للمدرسة المصرية هو وابن ولاد قبله. نعم ابن ولاد كان ينزع إلى البصريين أو تلقى عن تلاميذة البصريين فقط، أما النحاس فتلقى عن الاثنين، فمزج بين الأمرين، فهو بغدادي ينزع إلى البصريين كثيرا. أبرز أقوال العلماء. أبرز أقوال العلماء. نعم. الإمام الزبيدي يقول: كان النحاس واسع العلم، غزير الرواية، كثير التأليف، فإذا خلا بقلمه جود وأحسن، وكان لا يتكبر. وهذه جزئية مهمة جدا في موضوع العلماء، التواضع. نعم. وكان لا يتكبر أن يسأل الفقهاء وأهل النظر ويفاتشهم، يفاتشهم يعني يسألهم ويعرف. نعم. يعرف ما خفي عليه من مشكلات. عما أشكل عليه في تأليفاته. وكان يحضر حلقة ابن الحداد الشافعي. وكانت لابن الحداد ليلة في كل جمعة يتكلم فيها أو يتكلم فيها عنده في مسائل الفقه على طرائق النحو. فكان لا يدع حضور مجلسه تلك الليلة، وهذا من تواضع العلماء. يقوت الحموي يقول عنه: يعني صاحب الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائع، يستغنى بشهرته عن الإطناب في صفته. جميل. نعم. الكلام. نعم. وقال ابن خلكان: كان من الفضلاء وله تصانيف مفيدة. نكتفي بهذا القدر عذرا دكتور، وبدقيقتين إن سمحتم أستاذنا الدكتور إسماعيل، حدثنا عن مؤلفات النحاس بلمحة سريعة نجملها، ثم بعد ذلك سنفصل في الكتب. إذا تفضل دكتور. طبعا يعني كان ابن النحاس كما ذكر المؤرخون متنوع المعارف والثقافات وغزير العلم، ولذلك جاءت مؤلفاته أيضا دالة على هذا الأمر، على إمامته في اللغة وكذلك تبحره في علوم الشريعة. لم يكن فقط مقصورا على اللغة وفروعها، بل كان عالما بالفقه وعالما بالتفسير، وله مصنفات في العقيدة، وبالإضافة إلى مصنفاته في اللغة وفي الأدب وغير ذلك. والحقيقة مؤلفاته يعني يذكر المؤرخون أنها بلغت نحو 50 مؤلفا. أنا أريد أن أشير فقط إلى نقطة، إن كثير من أئمتنا وعلمائنا لم تصلنا مؤلفاتهم تامة. صحيح. والإحصاء ربما يستدرك عليه بما يظهر ويستجد من معلومات، لأن كثير من مخطوطاتنا قد تعرضت للتلف عندما كان يظهر الأعداء على المسلمين، كما حدث في الأندلس وكما حدث في
بغداد، هذا ما وصلنا، وكما نكبت يعني بلادنا العربية في القرن العشرين بالاستعمار الأوروبي وهكذا. فكان هؤلاء يعمدون إلى المكتبات ويتلفونها أو يسرقون ما بقي كما ذكر العلامة محمود شاكر، محمود محمد شاكر، يأخذونه إلى تلك البلاد. على كل حال يعني الرجل كانت له مصنفات كثيرة، نذكر منها سريعا عناوين فقط. يعني له كتاب اشتقاق أسماء الله عز وجل، طبعا له كتاب إعراب القرآن، قال عنه جمال الدين القفطي إنه كتاب جليل أغنى عما صنف قبله في معناه، طبعا التفاحة في النحو. تفسير أسماء الله عز وجل، قال عنه الزبيدي أحسن ما فيه أو أحسن فيه ونزع في صدره بالاتباع للسنة والانقياد للآثار. شرح أبيات كتاب سيبويه، والعلماء يثنون على هذا ثناء كبيرا. شرح القصائد التسع المشهورات، الكافي في النحو، طبعا كتابه الأبرز معاني القرآن، وقد حقق بواسطة الشيخ عالمنا الراحل قريبا فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني يرحمه الله. والحقيقة يعني هذه المصنفات وغيرها كثير أفاد كثير من العلماء الذين جاءوا من بعده، أفادوا من هذه المصنفات وعم نفعها في مصر وخارج مصر، ولا يزال العلماء يعني ينهلون منها حتى يومنا هذا. فرحمة الله على الإمام النحاس. نعم، إذن لا تذهبوا بعيدا مشاهدينا الكرام، فلنتوقف الآن مع وقفة قصيرة في فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع أبي طالب ولاميته المعروفة. أبو طالب هو عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، يكنى بأبي طالب، هو عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافله، ووالد رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال في أشهر قصائده المعروفة بلامية أبي طالب: خليلي ما أذني لأول عاذل بصغواء في حق ولا عند باطلي، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أقيم على نصر النبي محمد، أقاتل عنه بالقنا والقنابل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير ناصل. ولا شك أن الله رافع أمره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع أبو جعفر النحاس النحوي المصري. دكتور حمدي، النحاس إذن كما ذكرنا هو من نحاة مصر الأوائل المشهورين. حدثنا هنا، لابد أن نتحدث دكتور عن نشأة هذه المدرسة المهمة، المدرسة المصرية، وعن أشهر نحاتها كبقية المدارس البصرية الكوفية البغدادية. نعم. المصرية. نعم، طبعا في النحو العربي المدرستان البارزتان هما مدرسة البصرة والكوفة. صح. ثم بعد ذلك حدث خلط بين الأمرين على يدي المبرد والثعلب، والذين درسوا عليهما تكونت منهم بغدادية. المدرسة البغدادية. ثم ما أتى بعد ذلك من مدارس الأقاليم، المدرسة المصرية، الشامية، الأندلسية، المغربية، كل هذه المدارس مدارس توفيقية.
أخذت من يعني أشبهت مدرسة بغداد وإن كانت أخذت من مدرسة البغدادية، ولذا يعني لا نستطيع أن نقول بأن المدرسة المصرية يعني كانت متفردة وحدها بالنحو دون أن تأخذ من المدرسة البصرية أو المدرسة الكوفية أو المدرسة البغدادية. يعني هي أشبه مدرسة للمصرية هي البغدادية؟ البغدادية المصرية والشامية والمغربية والأندلسية البغدادية. نعم. التوفيق بين المذهبين يعني البصرة والكوفة مع الميل إلى البصرة قليلا. نعم، إلا أن المدرسة المصرية يعني أول من وفد إلى مصر عبد الرحمن بن هرمز تلميذ أبي الأسود الدؤلي. يعني المدرسة البصرية كان لها دخول إلى مصر قبل المدرسة الكوفية وقبل المدرسة البغدادية. معلومة جميلة هذه يعني. نعم، يعني عبد الرحمن بن هرمز تلميذ أبي الأسود الدؤلي ظل بمصر حتى توفي في الإسكندرية سنة 117 من الهجرة. تلميذ سيبوي، تلميذ أبي الأسود الدؤلي. أبي الأسود الدؤلي، نعم، يعني متقدم جدا. يعني معناه بأن المدرسة البصرية كانت أولا في مصر، ثم بعد ذلك. لكن كتأليف لم نجد تأليفا إلا في القرن الرابع الهجري، يعني على حيث نلتقي في القرن الثالث الهجري أولا قبل الرابع. نلتقي بولاد الوليد بن محمد التميمي المتوفى سنة 63 و200 من الهجرة، وأبي علي أحمد بن جعفر الديناوري متوفى سنة 89 و200 من الهجرة، وابن ولاد عندنا أبو الحسين محمد بن الوليد التميمي، وأيضا ابن ولاد أبو العباس أحمد بن محمد التميمي. الثاني هذا المشهور أشهر المشهور من الأول. صحيح. نعم. وهذا يعني الأولاد ولاد كانوا يميلون إلى البصريين كثيرا. نعم، يعني أو بمعنى آخر يعني درسوا على المبرد. نعم، كالنحاس يعني تقريبا. النحاس يميل أيضا. النحاس زاد عنهم. لا، هم تفردوا بالمدرسة البصرية فقط. النحاس زاد عنهم بأنه درس تلامذة ثعلب. نعم، فخلط بين الأمرين، ولذا جعل المدرسة البغدادية هي الغالبة، وهو ما سار عليه النحاة المتأخرون من نحاة مصر. يعني نجد، أنا أذكر سريعا الأسماء. تفضل. نعم، عندنا في أبو بكر الإطفوي المتوفى سنة 88 و300، والحوفي المتوفى سنة 30 و400. نعم، صاحب إعراب القرآن. نعم. الذي نبحث عنه ولم نجده. هذا ظلم سبحان الله. نعم، أفاد منه ابن هشام كثيرا في المغني. صحيح، ولكن لا نجد كتابه. كتاب في الإعراب أنا بحثت عنه لم أجده. لا أدري لو أحد من إخواننا المشاهدين يعثر عليه. نعم. يرسل إلينا. نعم، ابن بابي شاذ، ظاهر بن أحمد، ابن بري، سليمان بن بنين الدقيقي، السخاوي، ابن الحاجب، نصل بعد ذلك ابن بهاء الدين ابن النحاس الحلبي الأصل. غير النحاس. هذا حلبي الأصل. هذا توفي سنة 98 و600 من الهجرة. أتى إلى مصر وتلمذ له أبو حيان. يعني أبو حيان الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 من الهجرة كان تلميذا له. ما شاء الله. نعم، عند نزول مصر. ثم ابن هشام الأنصاري، ابن النقاش الدكالي، ابن عقيل، ابن الصائغ الدماميني الشموني، ابن عقيل شارح الألفية، ابن عقيل شارح الألفية وشارح التسهيل، تسهيل المساعد في شارح التسهيل. نعم. شيخ خالد الأزهري صاحب التصريح بمضمون التوضيح وغير ذلك. السيوطي العالم الموسوعي، الأشموني صاحب شرح الأشموني على ألفية المالك. مصر ولادة يعني بالعلماء كثير ما شاء الله. ثم بعد ذلك أتى موضوع الشروح والحواشي وما أتى على هذه الأمور. ننطلق إذن إلى تفصيل هذه الكتب وهذه الثروة العلمية الكبيرة. دكتور إسماعيل، حدثنا بدءا عن كتاب معاني القرآن متفضلة. هو إذا أذنتم فقط يعني معلومة سريعة، بهاء الدين بن النحاس الحلبي يرحمه الله له بيتان من الشعر، ونحن في يعني مجلس علم ويسمعنا طلاب العلم، وأنا يعني أقولها دائما لنفسي وأذكر بها طلابنا، من الأبيات الجميلة جدا لبهاء الدين الحلبي ابن النحاس. يقول: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. يعني يا طالب العلم، ضم القليل إلى القليل فإنه يصير كثيرا بإذن الله، ولا تحقر المعلومة التي تحصل عليها، وإذا دومت على هذا النهج سوف يتجمع لك خير وعلم كثير. حكمة جميلة.
الحقيقة بالنسبة لكتاب معاني القرآن، الإمام النحاس يرحمه الله طبعا إمام في العربية، فعني بجمع شواهد العربية التي تؤيد معاني القرآن الكريم، وقد انتفع كثيرا بمعارفه اللغوية الواسعة، فوجه أقوال المفسرين بما يتفق مع ما نقل عن العرب، ووزن أيضا القراءات الشاذة بهذا المنظار، فرد منها ما لا يتفق مع ما جاء عن العرب من فصيح الشعر. الواضح أيضا من خلال هذا الكتاب وكتب الإمام النحاس أنه كانت له شخصيته العلمية الناقدة، شخصية مستقلة، يعني يورد الأقوال، يحكم عليها، يستدرك، يضيف، يعقب، لكن كل هذا في الحقيقة كان بأدب جم وتواضع، كما ذكر المؤرخون من شيمه أنه كان متواضعا. لو أردنا أن نأخذ مثالا على هذا مثلا، فهو يوجه أراء المفسرين كما قلنا بما يتفق مع اللغة، يقول عند قوله تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، بعد أن نقل أراء المفسرين يقول وهذا الذي قاله مجاهد هو الذي تعرفه العرب، يقع على القرع والبطيخ والحنظل، وهكذا يسير على هذا النهج. طبعا أيضا يعني ينقل أراء السلف فيؤيدها أو يفندها ويردها، لأنها يعني تتوافق أو تتعارض مع اللغة العربية التي أنزل بها القرآن. أنا أريد أن أشير إشارة سريعة في ثواني معدودة إذا أذنت يا دكتور. تفضل. يعني عفوا، هو فقط المقصد من هذا الكتاب هو يعني إيضاح تفسير القرآن ومعانيه. نعم طبعا، ويعد من تفسير يعني أمهات التفسير بالرأي. والحقيقة يعني أنا أترك للمشاهد إذا أراد أن يأخذ فكرة يعني مفصلة عن منهج النحاس في هذا الكتاب، ممكن يقرأ المقدمة مبدئيا، يعني المقدمة التي كتبها المحقق الشيخ علي الصابوني في تحقيقه لهذا الكتاب. إذا أذنت كنت أريد أن أشير ثواني معدودة، يعني هذا هو الإمام النحاس وغيره من الأئمة نحوا هذا المنحة، أنه يعني تفسير القرآن الكريم وبيان معانيه منطلقين من اللغة العربية وشواهد الشعر وغير ذلك. اليوم في عصرنا ابتلينا ببعض الحداثيين، من يسمون الحداثيين، أيضا من جاء يعبث ليس فقط بتراثنا بل جاء يعبث بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، مثل شحرور هذا، وهو حقيقة مهندس. والعجيب أنه يعني جاء يقول أنه يريد أن يفسر القرآن بناء على اللغة العربية، لا عنده خلفية ولا عنده فيما نحسب، يأتي بالعجائب، يتكلم في غير ولا شيء. حتى إنه أتى بعجائب ورد صريحة يعني الأحكام الفقهية، وأتى بكلام في غاية الهذيان والخطل والعياذ بالله. فهذا الإمام أبو جعفر كان يعني أنا أنقل بس كلمة صغيرة، يقول وأبين من تصريف الكلمة واشتقاقها، طبعا يعني هو قال سأفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يقول وأبين من تصريف الكلمة واشتقاقها إن علمت ذلك، وآتي يعني من القراءات بما يحتاج إلى آخر. الرجل من تواضع يقول إن علمت ذلك، وهو من هو؟ وهؤلاء يتجرؤون يعني بهذا الشكل الحقيقة غير المحمود، ولا نريد أن نقول يعني وصفا غير هذا، على كتاب الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أنهم يفسرونه باللغة العربية. فأفسدوا كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شروره. أمين. أحسنتم الإيضاح والتبيان. وكما تفضل دكتور إسماعيل، هذا الكتاب حققه شيخنا محمد علي الصابوني الذي غادرنا إلى رحمة الله قبل مدة قليلة. حدثنا دكتور وباختصار لو سمحتم عن كتاب مهم آخر، هو إعراب القرآن. نعم. في الحقيقة هذا الكتاب أو كتب إعراب القرآن هي توضيح وتبيين للآيات التي فيها اختلاف، وهذا الاختلاف توجيه للمعاني وتكثير للتفسير، يعني أوجه تفسيرية مختلفة من خلال الإعراب. الآيات التي فيها الإعراب واضح لا كلام فيها، لذا يقول في مقدمته بعد يعني هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله إعراب القرآن والقراءات التي تحتاج إلى أن يبين إعرابها والعلل فيها، ولا أخليه من اختلاف النحويين وما يحتاج إليه من المعاني وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم. ثم يقول ومذهبنا الإيجاز والمجيء بالنكتة في موضعها من غير إطالة
وقصدنا في هذا الكتاب الإعراب وما شاكله بعون الله وحسن توفيقه. جميل. نعم، من حيث الطريقة طبعا هو يميل إلى البصريين كثيرا، ولذا يرجح آراءهم في كثير من الأمور. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني كمثال. نعم، بعد أن ذكر قول الزجاج بأنه ممثل للرأي البصريين في إعراب قتال، وهو مخفوض على أنه بدل اشتمال، مخفوض مصطلح كوفي. نعم لأنه جمع بين المصطلحات البصري والكوفي. نعم، البصريين والكوفيين. أخذ من الكوفيين. خفض. نعم. نعم، ذكر قول الكسائي، قال ومخفوض على التكرير أي عن قتال فيه، وذكر قول الفراء وهو مخفوض على نية عن. وذكر قول أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو مخفوض على الجوار. انظر إلى قول النحاس، هذه جزئية مهمة جدا في إعراب القرآن الكريم. لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم هذا جحر ضب خرب. والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية هذان جحرا ضب خربان. بالرفع. وإنما هذا بمنزلة الإقواء. ولا يحمل شيء من كتاب الله عز وجل على هذا، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. طيب دكتور، يعني تجاوزا بسبب ضيق الوقت سنلغي سؤال موقف النحاس للأسف، وسنتناول الآن كتاب التفاحة في النحو معك لنختم مع دكتور إسماعيل اختصار الوقت. كتاب التفاحة في النحو كتاب صغير ويعد كتابا تعليميا، ومنهج العلماء النحاة المحققين كانوا يكتبون كتبا تعليمية مع الكتب المبسوطة، يعني يكتبون للعلماء ويكتبون للمبتدئين، والمبتدئون لا يكتب لهم إلا عالم متبحر. يعني وجدنا الزجاجي، ووجدنا أبو علي الفارسي، أبو علي الفارسي، ووجدنا ابن جني، ووجدنا الزمخشري، ووجدنا الأنباري. يعني العلماء والمتبحرون هم الذين يكتبون للمبتدئين. كذلك النحاس يكتب للمبتدئين في كتابه التفاحة في النحو. العنوان مثير كأنما في العصر الحديث يريد أن يجذب القارئ. التفاحة. نعم، في النحو، لأن الناس يعني أو المبتدئون يعني يرون شيئا فيه صعوبة، لأنه قواعد والقواعد فيها جفاف. صحيح. فأراد أن يحبب المبتدئ في النحو بشيء حلو. التفاحة. نعم. جميل. نعم، وكتاب مختصر مزج فيه بين آراء البصريين والكوفيين، وأخرج الأمور الحشو والأمور المختلفة، وأتى بالنحو البسيط اليسير الذي يتحمله الطالب المبتدئ، وصاغ لنا كتابا رائعا. جميل. نعم. دكتور إسماعيل، نعتذر منك لهذا الاقتباب لنفاذ الوقت. أخيرا معك في شرح القصائد التسع المشهورة، تفضل. جزاكم الله خيرا. هو الحقيقة يعني نحب دائما أن نبرز يعني الدروس المستفادة من سير علمائنا الأجلاء. صحيح. ودون الدخول في موقف الإمام النحاس من المدرستين، أنا فقط أشير النقطة أنه لم يكن متعصبا، مع كونه يميل إلى البصريين لكن كان يتناول الآراء باعتدال، وكان في نفس الوقت لم يكن أيضا يعني لاغيا لعقله أو ملغيا لعقله، بل كان ينتقد أيضا البصريين أو بعض أقوال البصريين ويستدرك عليهم. فالحقيقة مسألة الإنصاف ومسألة الاعتدال ومجافاة التعصب الممقوت الذي يعني بموجبه ينظر الشخص إلى آرائه على أنها صواب لا تحتمل الخطأ، وآراء مخالفية على أنها خطأ لا تحتمل الصواب، هذا منهج ما يعني أحوجنا إليه على الدوام، لا سيما في هذا الزمان. أما عن شرح القصائد التسع المعلقات، فالمعلقات طبعا معروفة ومشهورة، يعني المشهور أنها سبع، ويعني لم تدون، أو الذي جمعها حماد الرواية الذي أدرك أو الراوية الذي أدرك آخر عصر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. العباسية الدولة الأموية طبعا سقطت 332 هجرية. جاء الإمام النحاس وأضاف إليها قصيدتين، وجاء من بعده أيضا التبريزي، فتح كأن النحاس فتح الباب يعني وجاء التبريزي وأضاف عاشرة. الحقيقة يلاحظ أن الإمام هو أضاف قصيدتين للأعشى والنابغة،
تمام نعم تسع. أضاف قصيدتين للأعشى والنبغة وجاء التبريزي وأضاف قصيدة عبيد بن الأبرص اللي هي الباقية المعروفة وهكذا. الإمام النحاس اهتم في شرحه للقصائد بالرواية، فكان يورد روايات للأبيات أحيانا، اهتم طبعا بتوضيح الجانب اللغوي، اهتم أيضا بدراسة الظواهر اللغوية، الترادف والتضاد ومثل هذا الأمر، اهتم حتى بدراسة الجوانب الصرفية، الإعلال والإبدال وغير ذلك. فكان الحقيقة الكتاب يعد بالإضافة إلى كونه كتاب أدب يشرح قصائد شعر، هو أيضا مرجع من مراجع النحو، وإن كان ينقصه كما قال محققه يعني فقط اللي هي مسألة التبويب، لكنه الحقيقة فيه يعني تبحر وفيه علم كثير. لماذا أضاف الإمام النحاس القصيدتين فجعل المجموع تسعا؟ الحقيقة يعني يرى بعض الباحثين أنه كان يضع لنفسه معيارا وهو الجودة، فرأى أن هاتين القصيدتين أيضا يعني بلغتا من الجودة مبلغا تستحقان بسبب ذلك أن تضاف إلى هذه المعلقات التي لها قدر وشأن. وجاء كما قلنا التبريزي وأضاف قصيدة عاشرة. بارك الله يعني بكم. الله يبارك فيكم. في ختام فقرة موضوع حلقتنا إذن لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا عبر سكايب من إسطنبول الأستاذ الدكتور إسماعيل علي، الأستاذ بجامعة الأزهر. بارك الله بكم أستاذنا وجزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خير. أما الآن مشاهدينا فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة، عنوان هذا الأسبوع التمييز. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، 60,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. آنسة قواعد، ما لأرى كل شيء هنا معتما وغامضا، في 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. آنسة قواعد، أرجوك أوضحي للأمر، ما الذي يجري هنا؟ عجيب أمرك يا أستاذ، كل هذه الشواهد ولم تلاحظ أنك في حضرة السيد تمييز. ما أطرف حياتكم يا أدوات الإعراب، وهل عندكم هنا في مدينة القواعد محاكم بداية واستئناف وتمييز؟ وماذا تفعل محاكم التمييز؟ هل تحاكم الفاعل أم المفعول به؟ ما أسرع ما يشرد ذهنك يا أستاذ، التمييز عندنا هو التمييز الإعرابي، ألا تعرف ما التمييز؟ بالتأكيد، التمييز هو اسم منصوب يؤتى به بعد غموض حاصل في الكلام ليزيله. وهل يزيله؟ أهلا بسيدي تمييز. نعم يزيله. بفضلك يا سيد تمييز أصبحنا نميز الأشياء بوضوح. البكرة الفتية من الإبل، والبكرة هي هذه. ألا ما أشد دقة الألفاظ، حركة فتح صغيرة غيرت المعنى تماما، فالبكرة بتسكين الكاف تعني الفتية من الإبل، يعني ناقة فتية، والبكرة بفتح الكاف تعني هادث. ما لك يا عبد الله؟ أخبرني ماذا أصابك؟ ألست الذي كنت تريد الزواج من ابنة جارنا؟ بلى كنت. أعرف أن الخاطب يكون فرحا، فما لي أراك غاضبة. خطبت فقالوا هات 20 بكرة. 20 بكرة؟ ودرعا وجلبابا، فهذا هو المهر. قل لي يا صاحبي، بكرة ماذا تعربها؟ تمييز، هذا هو وقت الإعراب. أهلا
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين، وهقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني عنوانها هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة الأنعام الجزء السابع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ البيان القرآني في سورة الأنعام من قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. أما في سورة النحل فقال جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. هنا دكتور، لماذا زاد من دونه في آية النحل مرتين وزاد فيها كذلك نحن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حقيقة للعلماء فيها توجيهان، لكن نذكر توجيها يسيرا يتناسب مع الوقت القصير. نعم. آية الأنعام خطاب لبني إسرائيل، وهو خطاب فيه إيجاز فناسبه الحذف. آية النحل خطاب للعرب مؤمنهم وكافرهم، وفيه إطناب عن في تذكيرهم ووعظهم، فناسب الإطناب ذكر من دونه مرتين. هو كلاهما سيقول الذين أشركوا، ولكن الأولى في أهل الكتاب في بني إسرائيل الذين هادوا. قل وعلى الذين هادوا حرمنا قبل الذكر. نعم قبلها. نعم. يعني خطاب لبني إسرائيل. أما خطاب للعرب مؤمنهم وكافرهم في إطناب ووعظ وتذكير، فالإطناب ناسبه الإطناب والإيجاز ناسبه الإيجاز من دونه ونحن. نعم كذا. نعم نعم. إذن أيضا مشاهدينا الكرام في المتشابه اللفظي في سورة الأنعام قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذا في الأنعام، في حين قال جل وعلا في الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ما الحكمة هنا دكتور في قوله من إملاق ونرزقكم، وفي الأخرى قال خشية إملاق ونرزقهم؟ نعم. الآية الأولى القتل يقتلون أولادهم من الفقر، يعني هم فقراء من الفقر. فلذا قال نحن نرزقكم أيها الفقراء وإياهم. الآية الثانية هم أغنياء ليسوا فقراء. نعم. ولا تقتلوا أولادكم، ولكنهم يقتلون أولادهم ويأيدون بناتهم خشية الفقر. فلذا كان هذا الأسلوب. يعني فقر، الفقر خشية المتوقع. خشية ومن. نعم. هنا من فقر واقع. خشية من فقر متوقع. سبحان الله. الأولى فقراء، الثانية أغنياء. نرزقكم. يعني لا تقتلوهم، نحن نرزقكم وإياهم. نعم وإياهم. وهناك الثانية نرزقهم الذين تريدون قتلهم، نحن نرزقهم وإياكم. قدمهم. سبحان نعم. لهذا الأمر. أيضا مشاهدينا الكرام من المتشابه اللفظي في سورة الأنعام قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذا في الأنعام. وأيضا قال سبحانه وتعالى بعدها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال بعدها أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اختلفت هنا دكتور الفاصلة في الآيات التي تلوناها. نعم. يعني في الآيات الثلاث: تعقلون وتذكرون وتتقون. نعم. سأذكر توجيها مختصرا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز.
يقول ومن حيث كانت المحرمات الأول في الآية الأولى لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبارة لعلكم تعقلون. المحرمات الأخر في الآية الثانية شهوات، وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتعظ، من لم يتذكر. نعم، فجاءت العبارة لعلكم تذكرون. الآية الثالثة لما كان ركوب الجادة الكاملة الطريق المستقيم يتضمن فعل الفضائل. نعم، وتلك درجة التقوى، جاءت العبارة لعلكم تتقون. سبحان الله. نعم. باختصار. إذن في آخر دقيقة أو دقيقة ونصف حسب ما يسمح الوقت، قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون في الأنعام. وقال جل وعلا في الأنبياء وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هنا دكتور، ما الحكمة في تقديم أنزلناه في الآية الأولى، وما الحكمة من تأخيره في الآية الأخرى؟ أولا هذا مبتدأ كتاب خبر، لأنه بين موضوع التقديم والتأخير. وجملة أنزلناه في محل رفع صفة، ومبارك صفة ثانية. ذكر خبر، مبارك صفة أولى، أنزلناه صفة ثانية. الأصل الصفة المفردة تأتي قبل الصفة الجملة، لكن لماذا تقدمت أنزلناه صفة الجملة على صفة المفردة في الآية الأولى؟ لأن الآية الأولى نزلت كانت ردا على قول فنحاس ابن عازوراء الذي قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فبدأ به اهتماما به، ولأن الكتب سماوية فناسبها أنزلناه قبل مبارك. الآية الثانية في الذكر. نعم، فسارت على الترتيب الطبيعي. مبارك. نعم. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم. مسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع بالتأكيد أبا جعفر النحاس، في رعاية الله. أبو جعفر النحاس النحوي المصري. هو أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي، المفسر النحوي المصري، المعروف بالنحاس أو بابن النحاس، ويعرف أيضاً بالصفار. لم تقتصر همته لأن ينهل من علماء مصر فحسب، وإنما رحل إلى بغداد، وفيها أخذ علوم اللغة والأدب من كبار علماء العراق، وقام في مصر إلى أن مات بها. كان النحاس من العلماء الموسوعيين، فقد صنف في التفسير والحديث واللغة والنحو. قال عنه ياقوت الحموي صاحب الفضل الشائع والعلم المتعارف الذائع، يستغنى بشهرته عن الإطناب في صفته. وقال ابن خلكان كان من الفضلاء وله تصانيف مفيدة. تلقى النحاس العلم عن شيوخ مختلف التوجهات العلمية، فمن شيوخه الذين تلمذ لهم وأثروا في شخصيته بكر بن سهل الدمياطي المحدث، وأبو الحسن محمد بن كيسان، وهو من أوائل نحاة المدرسة البغدادية، وأبو عبد الرحمن أحمد النسائي، وأبو إسحاق الزجاج قرأ النحاس عليه كتاب سيبويه، وأحمد بن جعفر السمان سمع منه النحاس في الأنبار. ومن تلامذة النحاس محمد بن يحيى الأزدي من أهل قرطبة، أخذ كتاب سيبويه رواية عن النحاس. ومحمد بن مفرج المعافري، وهو أول من أدخل كتب النحاس إلى الأندلس رواية. وأبو عمران موسى السكري. للنحاس مؤلفات كثيرة. قال ياقوت الحموي سمعت من يحكي أن تصانيفه تزيد على 50 مصنفة. ومن أبرز ما وصل إلينا من أسماء المؤلفات معاني القرآن الكريم، ويقوم على التفسير النحوي واللغوي لآيات القرآن الكريم. إعراب القرآن، التفاحة في النحو، وهو كتاب مختصر في النحو، وشرح القصائد التسع المشهورات. كان النحاس يجلس على شاطئ النيل وهو يقطع بالعروض شيئا من الشعر قائلا مستفعل فاعل فاعلات، فمر به رجل بدوي أحمق
فقال: هذا الرجل ساحر، فرفسه برجله فسقط في النهر فغرق، رحمه الله، وتوفي بمصر سنة 38 و300 من الهجرة.